مورني كيزي. مورني. عاملين ايه النهارده؟ فاكرين ساره اللي اتنقلت من بيتها القديم وراحت بيتها الجديد؟ وراحت السوق، راحت تزور السوق صح؟ صح. احنا قلنا فيه ثلاث انواع من السوق، في السوق اللي بيكون فيه الخضار والفاكهه، وفي السوق بنشتري منه الهدوم، وفي سوق بنشتري منه الطماطم، والسوبر ماركت وفي السوبر ماركت. تمام. طيب لو احنا معانا 10 جنيه يا كيجي، معانا كام؟ 10 جنيه وعايزين نشتري مثلا الحاجات الموجوده قدامنا ديت. تمام. لو مثلا الاسد دوت ب 4 جنيه واحنا معانا 10، هندفع كام؟ 4 جنيه. وهيتبقى كام؟ هيتبقى معانا 6 جنيه. برافو. طيب لو احنا عايزين نشتري الزرافه ديت، الزرافه ديت ب 3 جنيه، واحنا كنا كان معانا 6 صح؟ هندفع كام في الزرافه؟ وهيتبقى معانا كام؟ 2 جنيه. هيتبقى معانا 3 جنيه. طيب بكام ده يا عمر؟ 4 جنيه. طيب انت هتديله كام يا عمر؟ 10 جنيه. هو ليه باقي كام؟ ليه باقي 6 جنيه. برافو. ريهام اشتري، هتشتري ايه يا ريهام؟ ديت بكام يا عمر؟ ب2 جنيه. هي مدياك 10، يبقى ليها كام باقي؟ 8 جنيه. برافو يا عمر. برافو يا عمر.